مقولة بقول ايه هاتوا الالم يا شبان لا اوصف هالنشمية قصة وصارت بحزيران في ايام الشتوية بدي اوصفها بنظام والخلق الرباني شعرها يحبال الجمال عالكتفين مدلية وجبينا بادر نيسان ضاوي على البشرية والحواجب خط اعلام مثل سيوف المحنية وعيون عيون الغزلان شاردات برية وخدودات تفاح الشام والطعمية الفانية والان في موقع غزلان موقع للوزارية ويتم ختم سليمان ينطق كلمة سحرية وشفافة رق الفنجان رق الزبد الطاري وسنانه لولو مرجان من عند الصايغ جي وريقة خمرة بالكاس تيني شفي يا خيي ولسينا بلبل غراب على قصاني محني والرقبي رقبة غزلان وهردات على المي والصدر لوحة رسام زق في بعض بيس خفيف وبزازة حبر ضرمان كل حب طفرط مي والباطل مخمل عجان يطوي الطج على قصيدي زق في الخفيف والصرة كعب الفنجان موعب للشوفيري تحت الصرة يا سلام هتسوع الحميدي فيها العسكر بابينا فيها العسكر دوري فيها من المحكوم اعدام فيها المحكوم شوي اجريها عمود رخام فوق الارض مبنية تسوى الهند وباكستان باقي الدول العربية لا يظهر اعور دجال لا يوم الحسابية تسواها الحاكم لقمان مع عدوات الطبية تسوى مصيب وبلودان مصرع للجرجانية تسوى للصيف كمان ايضا المعظمية تسوى لأهل جيرون عطني ومع النصرية تسوى بضابي والنمسا مع أمريكا وفرنسا تسوى كل من عمر بيت بين العراق والكويت تسوى لكل الشبان مع الصيني واليابان تسوى كل من شم زهور مع أمريكا وواشنطن تسوى لكل الأحباب مع الصيني واليابان شو بدي أوصف كمان ولبنان تاج الأمارة شو بدي أوصف كمان ولبنان تاج الأمارة هو رياض هو عبر هو ما لا دبارة يلعن هجي للطالع والبنت بتشرب سيكارة يلعن هجي للطالع والبنت بتشرب سيكارة لك هوارة يا عيني يا عيون الغزلانية هوارة يا عيني يا عيون الغزلانية محمد جاب ليك هدية لك ساعة وخاتم وسوارة محمد جاب ليك هدية لك ساعة وخاتم وسوارة والهور يا ابو الهوارة